بسم الله الله أكبر. أسرة برنامج مع القادة تهنئ الشعب المصري بذكرى أكتوبر 47، وبكل الفخر نهنئ رجالات القوات المسلحة المصرية، قادة وضباط وجنود من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر. نهنئ العالم العربي والإسلامي بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى الخالدة التي لن ننساها أبد الدهر. إنهم أبناء القوات المسلحة المصرية استطاعوا بدمائهم الزكية أن يكتبوا أسماءهم في قلوبنا فلن ننساها أبد الدهر. حرب 73 أثبتت للعالم أن العقل المصري وأن الجندي المصري وأن المخابرات المصرية تستطيع أن تضحك على العالم، وهذا الذي حدث خداع عسكري لم يشهد له التاريخ مثالا على الإطلاق. استطاعت القوات المسلحة المصرية بعد 6 سنوات من هزيمة نكسة 67 أن تغير المسار وأن تعيد الكرامة وأن تسترد الأرض وأن تعطي درسا قاسيا لكل من أراد أن يعتدي على مصر. إنها حرب 73 التي تدرس الآن في جميع الكليات العسكرية لم يشهد لها التاريخ على الإطلاق مثيلا. اليوم وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بنصر أكتوبر المجيد. الجميل في التهنئة يقول: مستعدون بالكامل لحماية الوطن والشعب. معنا على الهواء مباشرة سيادة اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة. السلام عليكم سيادة اللواء. أهلا بحضرتك، أشكرك على التأديب الجميل ده، وتحية لشعب مصر الجميل. تحية لكل أبناء القوات المسلحة، قادة وضباط وجنود، وكل شعب المصري، بل وكل من كان محبا لمصر. سيادة اللواء، بعد مرور 47 عاما ربما هناك من الشباب من لم يعرف عن نصر أكتوبر سوى الاسم. نريد من حضرتك الآن أن نأخذ ذكرى وعبرة ودرس من حرب أكتوبر المجيدة. تفضل سيادة اللواء. أحاول يعني في دقائق أتكلم عن حرب أكتوبر، لأن الحديث عن حرب أكتوبر الحقيقة كبير وياخد أيام للحديث عنه. أكيد يعني أكيد. أنت زي ما حضرتك قلت، إحنا قعدنا 6 سنين بنعد لهذه الحرب. يعني عارف بقى 6 سنين ده عشان تلخصهم في دقائق، إنما دعني أقول لحضرتك إن حرب أكتوبر دي زي ما حضرتك قلت هي حرب العزة، حرب تمام. الكرامة، حرب حب الوطن لبلد، المواطن لبلده. يعني كان عندنا إحساس للأسف قطعة من أرضنا الغالية محتلة، كنا بنسابق الزمن في سبيل إن إحنا نقف على رجلينا مرة تانية بعد نكسة 67 تمام. اللي عايز أقول لحضرتك إنها دمرت البلد، ودمرت يمكن 80% من المعدات العسكرية اللي كانت عندنا، وكان علينا إن إحنا زي ما بنقول ننحت في الصخر عشان نقف على رجلينا مرة أخرى ونسترد الأرض المحتلة من العدو اللي أصابه الغرور وتصور أنه هو الجندي الذي لا يقهر. سيادة اللواء، الحرب دي اتفضل. حضرتك أنت كنت مشارك في حرب 73. حضرتك أنا شاركت في حرب 67، كنت برتبة نقيب وكنت ضابط الإشارة بتاع كتيبة الرادار اللي موجودة في سيناء اللي تستطلع طائرات العدو. وللأسف الشديد كانت هذه الكتيبة من أول الأهداف اللي انضربت في عدوان 67. حضرتك كنت برتبة نقيب في 67؟ كنت برتبة النقيب في 67، وكنت ضابط الإشارة المسؤول عن الاتصالات ما بين المواقع الأربعة بتوع الرادارات اللي كانوا موجودين في سيناء. كان عندنا رادار كبير العبد اللي طبعا الشعب المصري كله عارفها تمام، ورادار في العريش، ورادار في نخل، ورادار كان في مطار المليل. كانوا دول تقريبا بيستطلعوا الرادارات
الطائرات اللي هي المعادية اللي يعني تنوي للهجوم على الأراضي المصرية. سيادة اللواء، حضرتك عشت النكسة من 67 إلى 73، وحضرتك اسم معروف في القوات المسلحة ممن شاركوا في حرب العزة في 73. عايز اخد رأي حضرتك، الفترة اللي قبل 73 كيف كانت النفسية للجندي المصري بالجيش المصري، وكيف كانت بعد نصر اكتوبر؟ هو دعني اقول لحضرتك اولا في البداية ان 85% من القوات المسلحة اللي دخلت حرب 73 كانت مشاركة في حرب 67. 85؟ انما طبعا احنا تمام. انا ما احكي لك، انا نقيب تمام، دخلت الحرب وانا مقدم، شوف بقى اللي فوقي فين واللي بعد فين. فعايز اقول لحضرتك هو الفرق فين؟ الفرق انك انت عديت جندي يقاتل بجد خلال 6 سنين، والفترة اللي قبليها كانت مختلفة تمام الاختلاف. تمام. دعني اقول لحضرتك يا سيدي الفاضل، يعني ليس خطأ من القوات المسلحة الظروف اللي اتحطت فيها البلد في 67 واجبرتها للحرب. انا كنت طالب في كلية القيادة والاركان لغاية يوم 15 مايو. 15 مايو جابنا مدير الكلية وقال يا سادة ضباط اتفضلوا روحوا اسلحتكم، لان حصل رفع درجة استعداد في القوات المسلحة. تمام. دخلنا حرب يا سيدي الفاضل، مصر دخلت حرب من 15 مايو اللي انا بحكي لك عليهم دول لغاية 5 من يونيو، يعني 3 اسابيع. 3 اسابيع فقط. مفيش دولة في الدنيا تستطيع ان هي تخش حرب في خلال 3 اسابيع. وكان في ذلك الوقت عشان الناس ما تظلمش القوات المسلحة وما تظلمش شعب مصر، تمام، كان تلك القوات المسلحة في ذلك الوقت كان موجود في اليمن. ومش عايز اقول لحضرتك وانا من القوات المسلحة انهم كانوا خيرة القوات المسلحة اللي موجودين في اليمن في ذلك الوقت. تمام. انما الظروف والقيادة السياسية دخلنا الحرب، الحمد لله دخلنا الحرب، ولكن انت بتختلف تمام الاختلاف عن 73 عن 67. انت كان قدامك حطيت هدف يوم 19 يونيو اما الشعب المصري كله خرج زي 30/6 كده بالظبط اللي حصل، ووقف ورا رئيس الدولة جمال عبد الناصر. القائد جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر. تمام. قالوا له لن نقبل تنحيك عن رئاسة الدولة. تمام. ووقف شعب مصر، شعب مصر بقول لك، رجالة ستات شباب عواجيز، وقفوا نزلوا الشوارع وأصروا على أن يستكمل جمال عبد الناصر المسيرة لغاية ما حر الأرض. كانت البلد إيد واحدة، محدش اتكلم كلمة صغيرة. تمام. الشعب كله بالكامل مع رئيسه مع جيشه وقف وجهز نفسه ودخل الحرب في 73. تمام. تمام الاختلاف. دخلنا حرب، دعني اقول لحضرتك، في ظل خلل في التوازن العسكري. يعني ايه عشان الناس تعرف الخلل في التوازن العسكري؟ يعني الدول الغربية كلها بتدي العدو بتاعنا اسرائيل احدث ما هو موجود عنده من يعني سلاح. امريكا عندها احدث ايه تديله. تمام. فرنسا عندها احدث ايه تديله. انجلترا احدث ايه تديله. احنا ما كانش في غير دولة واحدة وحلفائها هم اللي بيدوا لمصر الأسلحة، وهو الاتحاد السوفيتي السابق اللي هي وريثة روسيا في الوقت الحاضر. تمام. ومعاهم بعض الدول الكتلة الشرقية اللي كانوا بيمشوا بأوامر الاتحاد السوفيتي. تمام. وكانوا بيدونا الأسلحة بالكاد. ده شو بقول لحضرتك اهو باللفظ وحسب عليه، بيدوك الأسلحة بالكاد. تمام. بالكاد بالكاف. تمام. وبيدوك الأسلحة الدفاعية. يعني ايه الدفاعيه؟ ليست الهجوميه. يعني ايوه، ولا تفرق قوي. تمام. تفرق قوي ان انت عايز تهاجم، يعني عايز طياره تطلع تمشي 3000 4000 كيلو. تمام. دفاعيه يعني تديك طياره تقعد كيلو ولا 100,000 كيلو ولا 2000 كيلو بس. انما نحمد ربنا ده الجهه اللي كانت بتدينا، لان احنا لازم الناس تعرف هي مصر مستهدفه. تمام. هو ايه سبب عدوان 67 اساسا؟ ايه سبب عدوان 67؟ الا انه مش عايز الدوله تقف على رجليها. ليه؟ لأن حضرتك احسب في عدوان 48 اللي أسسوا فيها دولة إسرائيل. تمام. عدوان ثلاثي 56، يعني بعد كام سنة؟ يعني بعد 8 سنين. بعد 8 سنين. وعدوان ثلاثي في 67، يعني بعد 11 سنة. تمام. يعني إحنا كنا بنتوقع إن كل 10 سنين في حرب من إسرائيل على مصر. ولكن قبل ما تكتمل الست سنوات كانت الهجوم بقى وليس الدفاع من مصر. لا، الهجوم احنا اللي حطينا الهجوم ده. اول مره الجيش المصري يبتدي الهجوم
مع اسرائيل. احنا كل مره كنا بندافع عن اراضينا. وفي فتره صغيره سياده اللواء وجيزه، 6 سنوات فقط قليله. سيدي الفاضل، نعم. يعني اقول لحضرتك احنا جينا في فتره من الفترات كان في معانا خبراء روس او سوفيت بيبقوا معانا بيدونا استشارات نستفسر منهم بعض الحاجات. تمام. احنا لما جينا نقول لهم احنا عايزين نعدي ونحرر ارضنا كانوا بيسخروا مننا، قالوا لنا قدامكم حلين، وانا بقولها لك بالامانه انا بودني وسامعها وحديث مش واحد وصف لي، قالوا لي احنا قدام انتوا قدامكم حلين، يا تجيبوا قنبله ذريه تضربوها في سينا وتعدوا، تمام، تجيبوا لكم اسطول طيارات هليكوبتر ينقل عساكركم من غرب القناه يوديها شرق القناه. ما كانش يتصور حد ان الجندي المصري يعبر قناه السويس بقوارب مطاط. شوف الروس السوفييت قالوا لك ايه وانت كمصري عملت ايه؟ نحت في الصخر عشان تحقق النصر بتاع 73، لان كان عندك ارض محتله، كنت بتدافع عن ارضك، عن شرفك، عن عرضك، عن حياتك. احنا دخلنا الحرب، مفيش حد بيحب حرب، مين بيحب حرب؟ تمام. حد عايز حرب عشان يخش يموت؟ لا طبعا. دخلنا حرب، احنا فعلا مقوله الرئيس جمال عبد الناصر الصحيحه، ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. احنا الحمد لله دخلنا حرب 73 عشان نثبت للعالم كله ان الجندي المصري ده لا يقل كفاءه ان لم يكن من احسن الجنود على مستوى العالم. النهارده ما تشوف جيشك ترتيبه ايه على مستوى العالم؟ ما كل الناس بتحسدك على قوتك العسكريه النهارده. فدعني اقول لحضرتك احنا خدنا تجارب خلال من 67 ل 73، يكفي ان انا اقول لحضرتك ان حرب الاستنزاف اللي تمت 69 70 اللي استشهد فيها الله يرحمه الفريق عبد المنعم رياض، تمام، واتخذ يوم الشهيد بتاع 9 مارس من كل عام الحقيقه، رئيس اركان حرب القوات المسلحه نمره 2 في القوات المسلحه استشهد فين؟ استشهد على قناه السويس عند المعديه 6. تمام. شايف حضرتك الجرأه والقياده ان رئيس اركان حرب القوات المسلحه بنفسه واقف على الحد الامامي بتاع قواتنا مع عساكره وهم بيشتبكوا مع العدو. تمام. بدايه حرب الاستنزاف. نموذج نموذج بت بت بتخطها مصر للتاريخ وللحروب، ان رئيس اركان دوله موجود على خط الامامي اول عسكري على قناه السويس. فدي حرب الاستنزاف اللي كانت زي ما تقول حضرتك احنا عندنا في حاجه في القوات المسلحه يقول لك تدريب معركه. يعني ايه تدريب معركه؟ يعني تعلم الجندي ازاي يعيش في جو المعركه. تمام. يعني يبقى قاعد كده ويسمع ايه فرقعه قنابل بتضرب، يبقى قاعد كده ويسمع انفجارات بحيث ان هو ايه لما يخش الحرب ما يبقاش اتخض، ما يبقاش اتخض. دي بنسميها تطعيم معركه. احنا حرب الاستنزاف دي كانت حرب حقيقيه، ما كناش بنقول بقى ان احنا بندرب ونفرقع ونعمل، ابدا، دي كانت حرب حقيقيه عاشها البندي والظابط المصري، ابتدى وقتها يتخذ القرارات ان انت لو انضرب عليك طلقه اضرب 20. كنا الاول نقول لا، انما دي كانت التعليمات، انضرب عليك طلقه اضرب ما ترجعش لحد، انت حر، انت قائد في الموقع. سياده اللواء، يعني افهم من حضرتك كده ان قبل 67 ما كانش عندنا سلاح، ولما كنا بناخد سلاح بالكاد زي ما حضرتك قلت بنفس اللفظه، سلاح يعني للدفاع وليس للهجوم. طيب خلال الست سنوات دي الطفره اللي حصلت في القوات المسلحه بقى، ايه اللي حصل الطفره دي كلها؟ عايز اقول لحضرتك حصل ضغط على الاتحاد السوفيتي، وراح الرئيس جمال عبد الناصر اكتر من مره، وراح الرئيس انور السادات اكتر من مره، والرئيس السادات يمكن في اخر زياره له اعتقد سنه 71 او 72 رجع مصر وجاب القاده قال لهم احنا هنحارب بالسلاح اللي عندنا. احنا هنحارب بالسلاح اللي عندنا. تمام. خلاص ظبطوا نفسكم وعدوا نفسكم عايزين نحرر الارض بتاعتنا. تمام. خلاص قالوا حاضر يا فندم، وابتدى كل واحد يظبط نفسه على الحق اللي معاه. قلنا الحمد لله. احنا عايز اضرب لك امثله عشان الناس تعرف. أي انا عايز انا باخد مع حضرتك واحده واحده، انا باخد بس مع حضرتك واحده واحده كده، عايز اقرب من اكتوبر واسمع بقى اللي يخلي شبابنا يعرفوا يعني ايه اكتوبر، يعني ايه قوات مسلحه مصريه، يعني ايه عقل مصري. احنا اخذنا القرار ان احنا نحارب، كيف تم؟ ما الذي تم؟ هقول لحضرتك يعني دعني بس الاول اقول لك على نقطه قبل ما انساها. اتفضل سياده اللواء. المفروض انت لما بتخش حرب بتعمل ميزان،
العدو ده عنده 2000 دبابه، انت عايز تهجم عليه لازم بنسبه 2 الى 3. يعني هو لو عنده دبابه انت يكون عندك دبابتين او 3. تمام. ده نسب الحرب كده في اي كتاب تفتحه حضرتك عن الحروب. تمام. التوازن ان انت عشان تهجم. تمام. لو بتدافع اقول لك اه ممكن 1-1. انما هجوم 2-3 قصاد 1. تمام. احنا بقى كنا بالكاد 1-1. بس طب بنجيب الواحد واحد ازاي بقى؟ طب ما انت مش هتقدر، هو عنده 3000 دبابه، انت مش هتقدر تجيب 3000 دبابه. انت كنت بتدافع عن الدبابه بايه؟ انت سمعت عن صائد الدبابات والكلام ده كله؟ أي. سمعتوا عليها ولا لا؟ سمعنا آه سمعنا على كتير كتير. ايه صائد الدبابات دي يا سيدي الفاضل؟ ده واحد عسكري ماسك مدفع ميم دال ثمنه مثلا مش عايز اقول لك 3 عريفه قصاد الدبابه اللي هي 8 ملايين، وبيمسك المدفع ده لغايه الدبابه مداها 2000 متر 3000 متر. هو يفضل قاعد في حفره لابت فيها كده لغايه ما الدبابه تقرب 200-300 متر ويروح منشن عليها ضاربه. فشوف انت بقى اعصاب الجندي الله اللي اكبر يفضل قاعد مستني الدبابه وهي بتضربه من 3 كيلو لغايه ما تقرب منه 200-300 متر. تمام. يروح منشن عليها بالدفع المين ده اللي بحكي حضرتك ده ثمنه 3 عريفه ويضرب بيه. هو مش 3 عريفه بس بوصف لك يعني مقارنه بسعر الدبابه، مقارنه بسعر الدبابه رقم زهيد. وسمعت بقى رصائد الدبابات ده اصطاد 25 و30 دبابه ولا 20 دبابه، شوف ده المدفع ده ضرب كام دبابه ثمنهم كام. ده التوازن اللي احنا كنا بنعمله. تمام. كان الناس باجسامها بتقف قصاد الدبابات باجسامها يا شعب مصر. ده دول بتوع حرب اكتوبر، دول اللي كانوا بيحرروا ارضك الغاليه عليكي، ارضك الغاليه، كانوا بيحبوا بلدنا، بلد ناس وهبوا حياتهم عشان بلدهم. سياده ولا عشان بلدهم يعني ايه؟ سياده اللي هو انا عايز بقى خلاص قربنا بدخلنا الحرب وصلنا لسيناء، انا عندي مشاكل الميه، عندي مشاكل خط بارليف. شعور الجندي المصري بقى هو بيعبر القناه وهو بيرفع العلم، ايه الشعور اللي كان عند الابطال المصريين في هذا التوقيت؟ ما 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 اقدرش اوصفه لك سيدي الفاضل. انا عايز تتخيل انت ان واحد كان بينهزم في حرب واثنين وثلاثه وقعد مستني 6 سنين في ملجا كان بينام فيه كل يوم اذا كان بينام. الله اكبر. ملجا متر في مترين على جبهه قناه السويس، متر في مترين من 67 لغايه 73 كان بينزل بيتهم كل 23 يوم يقضي مع اسرته 7 ايام. تمام. هو انا بقول لحضرتك الحرب دي كانت هي تحيه لشعب مصري. ليه؟ لان احنا ما شفناش ولادنا، احنا ما ربناش ولادنا، احنا اللي ربى ولادنا هي ستاتنا. هي اللي ربت. تخيل انت الضابط بتاع الجيش ده قاعد 6-7 سنين وفي هذه الظروف وما انتهتش الحرب في 73، حلينا على ما اتعمل فصل للقوات وابتدت تخفيف للقوات والكلام ده كله، خدت لها ولا 10 سنين بعد كده. فبقول لحضرتك احنا فرحه لا تتخيلها. احنا من ساعه ما عبرت الطيارات خط قناه السويس ونحن في سعاده، ما كناش متصورين ان هيجي اليوم اللي نحقق فيه النصر بهذه الدرجه. الرئيس عبد الفتاح السيسي في احد خطبه قال حرب في ظل اعجاز، ده رئيس الدوله. هي اعجاز بكل المقاييس، اعجاز بكل المقاييس، بتفوق الجندي في انك انت بتستخدم السلاح استخدام جيد، طورت السلاح بتاعك. انت عندك الطياره بتاعتك كانت مثلا مدتها في الجو تقعد ساعه، انت طورت وحطيت خزانات احتياطيه للبنزين وبقت تقعد ساعه ونص واكتر، طورت في مدايات الاسلحه. تمام. ما هو انت ما خلاص، ما انا قلت لك الرئيس جمع القاده قال لهم احنا هنحارب بالعداد خلاص، الاتحاد السوفيتي مش هيدي وامكانياته خلاص اكتر من كده، في ضغط دولي كبير عليه ومش عايزين ان يحصل تفوق على اسرائيل، عايزين يعملوا قالوا الحرب البارده ولا قالوا توازن القوه ومش عايزين حد يبقى اقوى، انما في التحت التحت الثاني بيدي. انت النهارده في وسط المعركه، في وسط المعركه اكبر جسر جوي في التاريخ. سياده الولايات المتحده الامريكيه من كل قواعدها في اوروبا وامريكا لنجده اسرائيل. 55 الف طن اتنقل بالطيارات، 22 الف طن والباقي اتنقل بمراكب عاجله. عاجله كانت الطيارات بتنزل في اليوم مش اقل من 30 طياره بتنزل في مطار العريش وبير 7 وفي تل ابيب. كل يوم
سيادة اللواء، يعني بجد مكالمة أنا مش عايز أنهي مع حضرتك لولا الوقت بيداهمني. تحية لسيادة اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة. تحية للجيش المصري قادة وضباط وجنود، بل تحية للشعب المصري. تحية للرجال وللنساء الذين استطاعوا أن يربوا أبنائهم، كما ذكر سيادة اللواء كان الرجال على الجبهة يقاتلون وكل أم في بيتها تؤدي دورها تماما بتمام. تحية لكل من فكر، لكل من شارك، لكل من استشهد، لكل من أصيب، لكل من مكنه الله أن يرفع علم مصر، وسيرفع إن شاء الله دائما وأبدا في كل المحافل الدولية. يا لها فرحة من بعدها فرحة، حزن دام 6 سنوات بعد نكسة لم يفكر أحد أن يمر بها، شعور صعب على صاحب الكرامة صاحب الشهامة، شعور صعب على المصريين. لكن بعد 6 سنوات، عمر قصير بالنسبة للدول، استطاعت مصر أن تتمكن من أن تدمر خط بارليف، قالوا عنه أأمن مكان يعيش الإنسان في إسرائيل خلف خط بارليف. العقول المصرية تعاملت مع المياه، العقول المصرية تعاملت مع الرمال، العقول المصرية تعاملت مع القنابل، العقول المصرية استطاعت أن تصعد بالحبال، العقول المصرية استطاعت أن تنصب الكباري، العقول المصرية استطاعت أن يصعد الرجال من القوات المسلحة المصرية في يده سلاح وفي الأخرى علم، وهو الآن يعلنه على الملأ القاصي والداني، العالم كله يسمع الجيش المصري وهو يعلو بصوته من فوق خط بارليف: الله أكبر، الله أكبر من أمريكا، الله أكبر من إسرائيل، الله أكبر من كل دول العالم، الله أكبر. ومصر بفضل الله ستعبر، وبالفعل عبرت مصر إلى خط بارليف ورفعت علمها في مدة لم تتجاوز 6 ساعات. بدت الحرب ليس كالعادة في الثانية ظهرا، وهذا ليس توقيت حرب على الإطلاق، أول حرب يكون فيها توقيت الثانية ظهرا تبدأ كانت حرب 73، بعد خداع للعالم كما ذكرت. ثم الأدهى من ذلك والذي يجعل الإنسان يشعر بالفخر بقواته المسلحة، أن الجندي المصري لا يبالي يرجع إلى بيتي أو لا يرجع، هو يريد النصر أو الشهادة، إحدى الحسنيين كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إما النصر أو الشهادة. حينما لم يكن فرق بين الجيش والشرطة، حينما لم يكن فرق بين الشعب والشرطة أو الشعب والجيش، حينما لم يكن فرق بين المسيحيين والمسلمين، حينما كان أقباط مصر، وأعني بأقباط مصر مسلم ومسيحي، الكل يدافع عن حبات رمل في سيناء ارتوت بدماء آبائنا، فلن نفرط فيها أبدا الدهر. عاشت مصر حرة، عاشت مصر أبية. يمكن الوقت معنا سريع، ويمكن في برضو حاجات كتيرة جدا كنا عايزين نتكلم عنها، سواء بالنسبة للانتخابات، سواء بالنسبة اكتشاف أثري جديد كما أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة قامت به بعثة أثرية مصرية. معنا على الهواء مباشرة الآن كبير الأثريين الأستاذ مجدي شاكر. السلام عليكم أستاذ مجدي. دكتور رمضان ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي؟ الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله، نصر اكتوبر، فكل العام وكل الشعب المصري والعربي والاسلامي بخير، لان الحرب دي لم تكن حربا مصريه ولكنها حربا يعني كانت اسلاميه عربيه، فيعني رحمه الله على كل شهيد وكل سنه وانسان حي طيب. في اطار الانتصارات اللي حضرتك بتقولها، احنا برضو كلنا جنود، حضرتك جندي قدام الميكروفون وانا جندي في الارض في الاثار، فاحنا برضو في اطار الانتصارات وشهر الانتصارات تم اعلن عنه امبارح وانتصار جديد لمصر، لان زي ما حضرتك سمعت ان البعثه كلها كانت بعثه مصريه، وعارف حضرتك ان الاجانب كانوا بيسيطروا على علمنا اللي هو علم المصريات، فان تقوم بعثه مصريه كلها
مرممين وعمال واثريين بهذا الكشف الذي هز العالم. ولو حضرتك تبص على تويتر وتبص كيف كان السفراء يكتبون، يعني كابتن سفير نيوزيلندا النهارده يا فندم والله كانت تويتر ابكتني، سفير السعوديه، سفير المكسيك، فكان امبارح عندنا 60 سفير وعائلتهم. فاعتقد ان هي عملت لنا دعايه، لو صرفنا مليارات الجنيهات مش هنكفيها. فبالتالي هذا الكشف انا بعتبره من اهم الكشوفات اللي تمت، وبعتبر ان السيد رئيس الجمهوريه والسيد الوزير مدين ثقه كبيره جدا 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 للمصريين. فاعتقد ما هذا تم هو نتيجة الثقة الكبيرة اللي أولاها السيد الوزير واللي أولاها السيد رئيس الجمهورية. فكل سنة وكل الشعب المصري وكل جنود، احنا كلنا جنود في هذا الوطن وحمايته، فكلنا كل سنة واحنا طيبين بهذا الكشف العظيم المهم. مجدي بيه، يعني شيء جميل جدا حضرتك ذكرت ان الذي قام بهذا الأمر كلهم بعثة مصرية، ويمكن ده جديد، يمكن دايما في أجانب معانا، لكن كون ان يكون الأمر مصري خالص فهذا الأجمل. بالتأكيد يا فندم، انت حضرتك كمان يعني الكشف مع حضرتك 59 تابوت وبالنمايات بتاعتهم ومن 2500 سنه وما زالت الوانهم زي ما هي، ولسه عندنا يعني لان الناس بتفتقد الكشف فقط، الكشف والنشر العلمي، لان بعد كده الناس دول هيقوموا بالنشر العلمي. فتخيل حضرتك ان شاء الله احنا كل المصادر بتاعتنا في الاثار المصريه كانت اجانب. لا ده انا بقول لكم ان شاء الله خلال عد يعني سنه او اكثر، لان حضرتك النشر العلمي بياخد وقت شويه، هيكون عندنا مصادر مصريه الاجانب اللي هياخدوا منا، وهيكون مراجعنا المصريه هي المرجع الاساسي واسمائنا المصريه المرجع الاساسي. لحضرتك كمان ان لسه في الكشف ما انتمش، ده لسه في يعني، والسيد الوزير امبارح قال ان الكشف مستمر، احنا ثلاث ابار فقط، يعني ممكن العدد يتجاوز ال 2500. ممكن ده يا فندم، لا هو 2500 سنه بقى لهم 2500، لا احنا دلوقتي اكتشفنا 59 تابوت، ممكن نوصل ل 100 تابوت واكثر، لان عارف حضرتك في مراحل الاضطراب كان الكهنه بيخافوا على المومياوات بتاعتهم، فكانوا بيجمعوها في مكان امن، بيجمعوها من المقابر ويحطوها في مكان امن. ثاني حاجه انه يفترض هذه المومياوات في المتحف المصري الكبير قدام الجبانه اللي هو السنه اللي فاتت اللي هي جبانه العتاسين. فتخيل حضرتك لقيت في العتاسين 37 تابوت، وامبارح 59 تابوت، فتخيل حضرتك يبقى عندنا اكثر من 100 وشويه تابوت هيتعرضوا بمومياواتهم باثارهم. فبالتالي شيء مبدع. كمان الناس كلها ما خدتش بالها ان لقوا معاديد توابيت 27 تمثال للاله بتاع سكر اللي هو يا تقا، لقوا معبود جميل جدا يا دكتور رمضان اسمه معبود ايه، نفرتون. نفرتون ده كان معبود العطور. تخيل حضرتك ان جدك منذ الاف السنين كان عامل معبود خاص للعطور، عباره عن رجل ويحمل فوق راسه سلال من ايه، من الزهور وخاصه زهره اللوتس. فشوفوا الرقي والنظافه، احنا دلوقتي من باريس وفرنسا بتاعه العطور، لا والله ده احنا بنثبت للعالم كله ان اجدادنا منذ الاف السنين هم اللي اخترعوا العطور، وهم اللي قدروها وعبدوها وقدسوها، وكانت عندهم شيء مهم جدا، وكانت في البيوت شيء مقدس زي دلوقتي البخور عندنا. وبالتالي دي بيثبت الدنيا كلها ان احنا شعب راقي نظافه. حتى يردوس يا فندم لما جه مصر زار مصر ولقى هذا الشعب بيستحمى خمس مرات في اليوم، قال كده مقوله مهمه وصرنا في القرن الخامس قبل الميلاد، قال ان اكثر شعوب العالم نظافه وايمانا هم ليه؟ هم المصريين. فكل يوم بيطلع دليل ان هذا الشعب هو الذي علم العالم، ادعي قوه مصر الناعمه، لان كانت احنا للاسف جينا الفتره اللي فاتت لما كانت المرحله الغاشمه كانت هي مستوليه، كانت القوه الثقافيه المصري كانت راحت شويه، ولكن احنا بنشوف اليومين دول قوه مصر الناعمه بدات ترجع تاني في الفن والرياضه والاثار وكل المناحي. فانا بعتقد ان احنا كده رجعت مصر لدورها الطبيعي اللي ربنا خلقه عشانها طول العمر. فكل سنه والشعب المصري بهذا الكشف العظيم وشهر الانتصارات ان شاء الله نجد فيه المزيد والمزيد والمزيد ان شاء الله دكتور، بوجود الناس الحلوين اللي زيك وكل الناس اللي بيحبوا وبيعشقهم هذا البلد وتراب هذا البلد. مجدي بيه، يعني يمكن برضه نقول بشرة خير بالنسبه للمتحف المصري الجديد، هيكون في الرمايه يمكن مع رزقه جاي له، وانا العالم ينبهر بمصر واثار مصر قديما وحديثا. والله يا فندم السيد الوزير امبارح قال حاجه جميله، وقال ان مش هتعدي السنه دي غير لما يكون عندنا اربع متاحف. هنفتح متحف في شرم الشيخ، لان عارف حضرتك ان كل اللي بيجوا شرم الشيخ يعني السياحه بيسموها سياحه ترفيهيه، بيجوا البحر وخلاص. فان انت تودي لهم متحف صغير عندهم، انت بتقول لهم انا بوريكم كده جزء من النشاط اللي عندي. قال كمان هيفتح متحف في خفر الشيخ، ومشكله الوجه البحر حضرتك ما كانش عندنا متاحف في الوجه البحر، فاحنا بيعتبر اول متحف كبير وضخم في الوجه البحر في كرم الشيخ، وقال متحف العاصمه الاداريه الجديده ومتحف حضاره. فالسيد الوزير وعد ان خلال الثلاث شهور الجايين هيبقى عندنا اربع متاحف بين متحف المركبات الملكيه طبعا اللي ورا مسبيرو، فاحنا عندنا اربع متاحف ترم الافتتاح قبل المتحف الكبير، لان المتحف الكبير هو يا فندم الحلم، وده ان شاء الله السيد الرئيس وعد ان يبقى خلال السنه الجايه. فانا بعتقد ما يتم في مجال المتاحف شيء لم يقرر، يعني اخر متحف احنا عملناه كان مهم، كان سنه 1903 لما عمل الخديوي اسماعيل. تخيل بلد بعظمه مصر وروعتها ما كانش عندها متاحف ضخمه، فاحنا دلوقتي بنسترد مصر عافيته وبتفضل طبيعي. طبعا المتحف الكبير ده حلم البشريه، لان حضرتك متخيل 117 فدان، وحضرتك ريتي يعني زينا وعارف يعني ايه قيمه الفدان 24 ونص 145 متر، احنا بنتكلم عن مساحه ضخمه جدا جدا، وهو مش متحف فقط ده هو متحف ومؤسسه تعليميه ثقافيه.
مجد المتحف هيكون قد بعض الدول اللي بتحارب مصر او عايزه تظهر جنب مصر. يا فندم ما فيش مقارنه، يا فندم والله ما في مقارنه. حضرتك يعني اقول لحضرتك المويات اللي طلعت امبارح 2500 سنه، يعني احنا بس بنقول ده وبيسموها في العصر المتاخر، يعني العصر المتاخر ده في تاريخ مصر، في نهايه تاريخ مصر. ما قلتش حضرتك بقى 4000 و7000 و6000، والله ابدا يا فندم. ده تخيل حضرتك في حجر اسمه باليرمو، ارجو حضرتك تعمل سيرش عنه، موجود في جزيره باليرمو. ما تقلل الصوت بس بعد اذنك شويه، لو تبعد عن التلفزيون وتتكلمني عبر التليفون لو سمحت. ان انا عندي مصر 14000 سنه، الناس اللي بتضحك عليهم دول 7000 سنه، والله يا فندم ابدا، حضرتنا اكبر من كده بكتير، بقى لها اكتر من 14 سنه. ما فيش مقارنه يا فندم، حضرتك ما تقارنش الشمس باي نجمه. لما تطلع الشمس كل النجوم تختفي وكل الكواكب تختفي وتبقى هي الشمس، فاذا طيلت مصر ذكرت مصر فقط. حضرتك لما تقول نهر النيل او الهرم او المسله او اي حاجه، قلت مصر في الدنيا كلها كل الناس عارفه، لانك انت اول صفحه في اول كتاب تاريخ في اي حته، يعني حضرتك تحت اي كتاب تاريخ في اي دوله في العالم تجد ايجيبت، تجد مصر. ليه؟ لان هي اصل حضاره، اصل حضاره في الرياضه والطب والصيدله والهندسه، كل العلوم ترجع اصولها الى هذا الايه؟ اذا هذا البلد يا فندم. الهرم طلع عنه الاف الكتب والاف النظريات، حتى الان محتارين اتبنى ازاي وطلع ازاي واشتغلت فيه الاف البعثات، وحتى الان محتارين في هرم فقط. متخيل حضرتك الاثار النموذجيه اللي طلعت امبارح؟ لو شفت حضرتك اللقطه اللي جايبينها للسفير الفرنسي والسفير المكسيكي وهم بيبصوا على المويه بتفتح، والله يا فندم لقطه انا اتمنى حضرتك تجيبها وتعرضها، نظره كلها انبهار واعجاب، يقول لك ايه الناس دي؟ ايه يعني؟ الراجل بيستغرب كيف هؤلاء الناس مجد في هذا الوقت. يسعدنا ويشرفنا ان اي حاجه تظهر مصر الحضاري وجهها الجميل نذيع عندنا برنامجنا، برنامج مع القاده بمعديه على اتم الاستعداد، يلبي الدعوه لحضرتك في اي مكان، نيجي نصور ثم نذيعها في البرنامج ان شاء الله. شرف لينا يا فندم، شرف لينا مع قامة علمية إعلامية زي حضرتك. مجدي به شاكر كبير الأثريين، شكرا لحضرتك على هذه المعلومات، وإن كان هذه المعلومات محتاجة لقاء مش محتاجة اتصال، شكرا لحضرتك. هي دي مصر يا جماعة، مصر الهرم، مصر النيل، مصر الحضارة، مصر عبر العصور عبر الأزمان، مصر حاضرة. ربما تمرض مصر لكن لن تموت بإذن الله تعالى. عشان كده بقول يا جماعة حافظوا على التاريخ ده. مصر 73، محدش يقدر يغير التاريخ ده يا جماعة. هو حد يفكر خلال عمره السياسي ولا عمره الظهوري 5 6 سنين هيقدر يمسح تاريخ مصر؟ مستحيل يا جماعة. افهموا بالراحة كده شوية، اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، واللي ملوش حاضر عمره ما يكون ليه مستقبل. الشجرة انت شايفها طالعة في السماء ما شاء الله، بس لها جذور ثابتة في الأرض. هو ده تاريخ مصر، محدش يقدر يزوره. ودايما يا جماعة احنا مش ملايكة، في حاجات خطأ بتحصل. أنا مش بقول إن أنا بطلب الكمال، لأن الكمال لله وحده فقط، لكن بقول يا جماعة نتحرى أصول معينة كده في تعاملنا. احنا ما كنا داخلين على استحقاق انتخابي وبحتفل بنصر 73، وربما اللي بيحتفلوا دول ما حضروش اصلا 73، يبقى انا اخلي اللي يتصدر المشهد القاده اللي هم يستحقوا، زي ما كان على الجبهه القاده والعسكريين والمسؤولين وفي البيوت السيدات الفضليات اللي بتربي مكان الرجل، فيتصدر المشهد الشرفاء، يتصدر المشهد الوطنيين، يتصدر المشهد كل محب مخلص لمصر. اما الرقص على كل الالوان فمش هينفع، وعشان كده عندنا انتخابات، لازم نراجع نفسنا قبل الانتخابات. معنا على الهواء مباشره الاستاذ صباح السيسي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ اخبار حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، تحياتي لحضرتك وللبرنامج الهادف، والف شكر جدا على المداخله. اسعدتينا وشرفتينا بصل حضرتك. الله يخليك يا فندم، الله يخليك، الله يخليك يا فندم. الحقيقة أنا بس عايزة أتكلم عن الانتخابات البرلمان 2020 واللي بيحصل في الشارع المصري. تمام. إيه اللي بيحصل يا فندم؟ أنا بس عايزة يعني ريت حد يجاوبني عن اللي بيحصل، إن إزاي نجيب مرشحين من محافظات تانية ننزلهم على قائمة الفيوم. تمام. دي حاجة. يا ريت حضرتك تجاوبني على السؤال ده، بما ان محافظه الفيوم بسم الله ما شاء الله يعني مليانه سيدات محترمين وفضليات فعلا زي سيادتك ما بتقول، وفعلا يديروا مش يديروا مجلس نواب وتكون نائبه في البرلمان، ولكن سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلاها تبقى ليها مكان يعني في المحافظين في الوزراء
فازاي واحده من الفيوم حضرتك تروح تاخد مكانها وتجيب واحده من اي مكان تاني؟ تمام، ده حاجه. الحاجه الثانيه برضو، انا من خلال منبرك الموقر انا بوجه رساله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشوف قائمه التيار الوطني وايه اللي حصل فيها، وازاي القائمه بعد ما توافق عليها الساعه 7 الصبح وخدت الرمز بتاعها، تاني يوم اتفاجئنا بالاربع قوائم على مستوى الجمهوريه تم رفضهم. تمام، يا ريت يعني الملف ده بنتمنى ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمه وبعدله انه ينظر للملف ده ويحقق فيه ويشوف ايه اللي تم في القائمه التيار الوطني باستبعاد الاربع قوائم من دخول الانتخابات وحرم جميع الساده المرشحين من ان هم يدخلوا يعملوا منافسه شريفه قصاد اي قوائم ثانيه. تمام، تحياتي لحضرتك يا فندم. استاذ صلاح السيسي، سيده الاعمال، شكر لحضرتك. هي بتسال سؤالين. السؤال الاول، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ادى كل التقدير للسيده المصريه، وخاصه في المحافظات اللي ما كناش بنسمع عن في تقدم بالنسبه للسيدات في المحافظات، وكانت من بينهم محافظه الفيوم لحد ما كنا في البرلمان اللي عدى استطاعت نائبه مصريه فيوميه الدكتوره نشوى حسين ان تثبت وبجداره رغم الاعاقه انها افضل بكثير من نواب لا يهمهم الا المصلحه الخاصه. وبتسأل تقول يعني ينفع يجيب حد مثلا من هنا ينزل على قائمة الفيوم؟ قال لا، ازاي الكلام ده يعني؟ الحاجة الثانية بتسأل، بتقول قائمة التيار الوطني تقدمت صباحا وأخذت رمز، وبعد ذلك تم يعني إلغاء القوائم الأربعة الخاصة بالتيار الوطني. والله يا جماعة، أنا بالنسبة للانتخابات اللي جاية دي أتمنى نقول ما بني على باطل فهو باطل، واللي يجي بطريقة غش عمره ما هيخدم. الطالب في الثانوية العامة لو استطاع أن يغش في كل المواد وخد درجة لا يستحقها، هينفع يكون طبيب ناجح أو مهندس ناجح؟ لا طبعا. طب النائب اللي ياخد أصواته بالرشا، ياخدها بالتزوير، هياخدها أيا كان ياخدها، هل هذا الأمر هيعطيني نائب بجد يعرف يشرع؟ هيعطيني نائب يعرف يقف جنب الناس؟ مستحيل. طب لماذا لا تعلن الدولة من الآن الحرب على كل من يتعامل في الانتخابات القادمة بما لا يجب؟ النهاردة شفت ان كل المرشحين او معظمهم يعني بيقول هنبدأ دعاية من بكرة. امال ايه اللي كان حاصل ده؟ اللي عدى ده كله ما كانش دعاية؟ قال لا. طب ازاي اسمح للناس بدعاية وما اسمحش الاخرين بدعايه من اولها؟ قال لا. طب ازاي الكلام ده يا جماعه؟ صعب قوي قوي ان الواحد يروح يدي صوته وعارف ان صوته لا هيودي ولا هيجيب. الناس بيقول لك فلان وفلان وفلان ناجح قبل ما نبدا. قبل ما نبدا، هو ده عيب الدوله ولا عيب الناخبين ولا عيب المرشحين؟ ما تيجي نراجع مع بعض كده يا جماعه شويه كده وندور على المصلحه بتاعتنا. انا عشان اخد 11 لاعب في المنتخب المصري في كره القدم، اي حد لا يجيد انا بطلعه بره، حتى لو كان والده لاعب، حتى لو كان والده مين، اذا مش هيجيد في على الملعب ما بناخدهوش. ده يلعب كوره، مع احترامي للرياضه طبعا، كل التقدير للرياضيين، لكن ده بقى نائب هتبنى عليه كل القوانين. ازاي ما احاولش ان انا اخدهم كده من انظف وانقى واحسن الناس؟ جماعه عايزين نراجع نفسنا شويه. البرلمان القادم بيحط خطط الدوله. الدولة تقوم على ثلاث سلطات: سلطة تنفيذية السيد الرئيس والحكومة، سلطة تشريعية غرفتي النواب سواء شيوخ أو نواب، سلطة قضائية ولها كل التقدير والاحترام، معهم سلطة رابعة للإعلام. الإعلام أنا شايف يا جماعة الإعلام بأمانة في الزمن ده يتجه اتجاهات ما أنزل الله بها من سلطان. رأيت الإعلام ذهبوا إلى من عندهم الذهب، رأيت الإعلام يميل إلى من عندهم المال، رأيت الإعلام عن الشرفاء قد انفضوا، رأيت الإعلام عن الوطنيين لم يتحدث، إنه المال يا سادة. كنا بالأمس نعيب على الزيت والسكر، ماذا نفعله الآن؟
يا جماعة في ناس باسم الدين استطاعوا بغبائهم السياسي أن يسيئوا للدين. السيدة وزيرة التضامن، وللمرة الثالثة أناشد حضرتك وأنت على قدر عالي جدا جدا من التقدير والاحترام، أخشى ما أخشاه، عندنا أناس في مصر يقومون على أمر الجمعيات الخيرية أن يسيئوا لأهل الخير. لابد أن ينبه عليهم من الآن وزارة التضامن، لا للجمعيات الخيرية. يا جماعة من الآن أعرف بعض الجمعيات، وإن شاء من يريد أن يعرف الاسم والعنوان أن أعطيها الآن، بتربط مع بعض الناخبين. أنت عندك كام مستفيد في الجمعية؟ 1000؟ خلاص هتاخد لهم 1000 كرتونة، هتاخد لهم مبلغ كذا. بعض الناس في بعض القرى والمراكز الآن مفتاح انتخابي، بياخد على الراس، تخيل اللفظ كده بيقولوه كده، بياخد على الراس، جاب 10 جاب 100، بتدي لكل واحد كام وبتاخد الزيادة. بالله عليك انت تبقى راضي ان حد يشتريك ويرى الثمن كتير يا جماعة؟ الشريف لا يباع ولا يشترى بأي ثمن، لكن ان يصل الامر الى هذا. طيب في حاجة تانية، مصر كل أزمة الفقراء بيدفعوا الثمن، تخيل. والله في الانتخابات دي برضو الفقراء هم اللي يدفعوا الثمن. هتقولي ازاي؟ ما هو يا عم الغني المعروف الانسان المشهور في مكانه له معارفه له علاقاته بيعرف يخلص مصالحه، انما لما اطلع برلمانيين صرفوا ملايين وعايزين يعوضوها مش فاضيين لنا اصلا ومش عايشين معانا ولا بنشوفهم، مشكله كبيره جدا. طب الانسان البسيط يروح لمين؟ يروح للمفتاح الانتخابي اللي هو قبض من المرشح عشان ينجح، وهيقبض مرة تانية من المواطن عشان يوصله للمرشح، زي السكين، طالع واكل نازل واكل، وبيدفع الفاتورة المواطن البسيط. فأنا نداء من كل قلبي للمسؤولين في الدولة ولكل الشرفاء ولكل الوطنيين أن يكونوا على الحياد في هذه الانتخابات للمصلحة العامة. معنا الهواء مباشرة الحاج علي. السلام عليكم حاج علي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور، اخبارك؟ الله يعزك حبيبي. كل سنة وانت طيب بمناسبة 6 اكتوبر وانتصار مصر العظيم. ودايما مصر بخير يا رب. احنا كلمنا الشرف، انا كنت عايز اتكلم في مشكلة، كلمنا الشرف ان احنا حضرنا 73، كنت انا واخواتي اتنين كنا ثلاثة في 73. اهلا بيك واهلا بكل ابطال حرب اكتوبر، وما وصلنا الى ما وصلنا الا بفضل الله اولا ثم بمجهودكم. وتحية واعتزاز لكل الشهداء والمصابين وابطال حرب اكتوبر والرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. تمام. فدينا مشكلة بقى لو سمحت في بتاع البترول، لو سمحت. اتفضل يا حاج. لينا مأجرين قطعة أرض مع شركة بتروسيلة، بتروسيلة بتاع البترول. شركة بتروسيلة. ايوه احنا المفروض نقبض 5/9 لان في عادي اتفاق بينه وبينهم، يعني بتقبض يوم 5 في الشهر. نقبض يوم 5/9 كل سنه. هي بالسنه مش في الشهر. لا بالسنه، ومعانا وفي شرط اتفاق بينه، يعني احد بنود العقد يقول لك بنخل باي احد البنود في العقد يتم الفرق بيناتهم يعني. تمام. فالغد دلوقتي احنا ما قبضناش، احنا علينا التزامات وعلينا فلوس في البنوك وعلينا مصاريف، وانت عارف الحياه صعبه. طيب انا طبعا رئيس مجلس اداره شركه بتروسيلة المحترم مهندس فكر يوسف، يا ريت كنترول نعرف نتوصل ليه. شكرا يا حاج علي، هتابع برضو مع حضرتك هذا الملف. يا ريت لو نعرف نوصل لتليفون المهندس فكر يوسف رئيس مجلس اداره شركه بتروسيلة عشان باقي دقيقتين مش هنلحق نجيبه على الهواء. طيب ان شاء الله نحاول نرتب للقاء تاني. والبشمهندس فكر يوسف هو كان رئيس مجلس اداره منجم السكري، وكان معنا برنامج مع القاده في حلقات سابقه، ان شاء الله نحاول نتواصل ليه. فبقول يا جماعه في الانتخابات القادمه دي يعني عايزين نقدم حاجه مشرفه لمصر، مش عايزين ناس تتكلم علينا، نخلي نقف كده بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. انت بتساعد واحد يوصل، ممكن يكون سبب في سعاده ناس كتير، وممكن تساعد واحد برضه يكون سبب في ظلم ناس كتير. فانت هتسال امام الله سبحانه وتعالى. وبقول برضه لكل الاحزاب، انت لما توصل باللف والدوران والضحك على الناس هتوصل للسعاده؟ مستحيل والله يا جماعه. هو الطريق اللي هيمشيه صح هيعيش صح،
الطريق الإنسان اللي هيحاول شمال ويمين ويأخذ ما لا يستحق هو أصلا مكانته لا يستحقها، فأكيد الله سبحانه وتعالى لن يمكن له أبدا على الإطلاق. فإحنا نقول خلاص مصر الجديدة، مصر الحديثة، مصر 2030، مصر المستقبل، مصر القادة، مصر الريادة، مصر التي علمت العالم كله. مجدي شاكر حتى إله العطور، النظافة، أنظف شعب وأجمل شعب، أفضل نساء، أفضل رجال، أفضل شباب، أفضل جيش، أفضل علماء، أفضل مساجد، أزهر شريف، كنيسة. مصر فيها كل حاجة يا جماعة. مصر تحير العالم بقوامها ومكانها وأمنها. مصر غالية، يا ريت نعرف قدرها يا جماعة. طب لما يكون عندنا حاجة غالية نخلي مين المسؤول على الأمر؟ أكيد لازم يكونوا الغوالي. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يحفظ مصر وجيشها، وأن يحفظ مصر وأمنها، وأن يحفظ مصر ومن أحبها دائما وأبدا. مصر في القيادة، مصر في الريادة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. إلى أن نلتقي بحضراتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.